عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بكم فيديو جديد، وصفه جديده على القناه ديالي. المهم قبل ما ندخل معكم اليوم في الوصفه تاع اليوم، بغي نقول للناس جداد اللي باقي ما اشتركوش في القناه الثانيه ديالي، يدخلوا لصندوق الوصف غيلقاو الرابط للقناه الثانيه اللي غنبقى ان شاء الله نحط لكم فيها الروتين اليومي ديالي. المهم بلا ما نطولش عليكم، نخليكم على الوصفه ديالي تاع اليوم. الوصفه ديالي ديال اليوم خاصه فقط للرجال، جبت لكم وصفه فعاله بالنسبه للرجال اللي كيعانوا من حرق الماء. هاد الوصفة راه زوينة ومجربة. المهم بلا ما نطولش عليكم، خليكم مع مكونات الوصفة. كما كتشوفوا هاد الوصفة راه مزيانة للرجال اللي كيعانوا من حرق الماء، في نفس الوقت كتزيد من القدرة الجنسية لأن المكونات اللي فيها طبيعية وفي نفس الوقت سخان. المهم غنحتاجو كما كتشوفوا هنا لزريعة الكتان، وغنحتاجو للزنجلان، وغنحتاجو لزريعة القرعة،